عالم السيارات وعالم الافلام هما عالمين دايما بتلاقيهم مربوطين ببعض. تلاقي دايما المخرجين بيحبوا يجيبوا عربيات يعملوا بيها مطاردات، اكشن، حوادث، مش عارف ايه اللي هو هوبس كده. تلاقي مثلا جيمس بوند راكب عربيه استون مارتن. بتلاقي دايما النوع ده من الربط ما بين الافلام والعربيات، والمخرجين دايما يحبوا يجيبوا عربيه عندهم في الفيلم عشان يعلوا الفيلم. يعني مثلا ايه، تلاقي مثلا باتمان نازل من عربيه لامبورجيني افنتادور عشان يحس كده اللي هو ايه ده راجل جامد. تلاقي مثلا استون مارتن ومدينها للجيمس بوند ونازل اللي هو ايه بص الفخامه. فيلم الرجل الابيض المتوسط الفنان عزت ابوعوف الله يرحمه كانوا جايبين له العربيه الهامر. يعني بيعملوا الحاجات دي هم دايما، وبيجيبوا عربيات علشان يعلوا الفيلم. لكن ان عربيه بقى تدخل في فيلم فمسيرتها وتاريخها ومستقبلها كله يتغير بسبب فيلم، دي حاجه ما حصلتش الا مع هذه الاسطوره. اقدم لكم النهارده يا جماعه فيديو اسطوري سعيد ان انا بعمله، وهو للعربيه معشوقه الملايين الملايين، وانا اول مليون فيهم، التويوتا السوبرا الجيل الرابع مارك 4. والنهارده هاخدكم في بعض تفاصيلها واحكي لكم عنها، ولان ليا تاريخ معاها العربيه دي. يعني العربيه دي تعتبر هي السبب اللي حببني اصلا في العربيات، انتوا متخيلين؟ فقصص كتير هنحكيها النهارده. Fast life, the fast living. Fast living. They see the ambition, they know I'm past driven. Look, we are not the same, this is not a game. I've been swerving through the city in and out of lanes. Yeah, 'cause if I see it, then I want it. Then you better know I got it. Ain't no options, I'm about to do the. اسم سوبرا ده اصلا اسم بدا سنه 1978، بس ما كانش لوحده. يعني كانت في عربيه نزلت اسمها تويوتا سيليكا سوبرا. فلكم ان تتخيلوا ان اساسا السيليكا اللي هي عربيه كارتيره ملهاش اي لازمه كانت هي الاساس، وكانت اسم سوبرا ده اللي هو يعني اكنه ايه فئه فيها. فالكلام ده كان سنه 1978، وكانت عربيه يعني غريبه الشكل. وبعدين بقى سنه 86 نزل الجيل الثالث من التويوتا سوبرا اللي بنشوفه اللي هو ابو فوانيس قلاب ده، وده قعد من سنه 86 لغايه اعتقد 92 او حاجه، مش فاكر خلص امتى يعني. ولكن افسح المجال بقى لسنه 93 ل 98 بالجيل الرابع من التويوتا سوبرا، واللي ما حدش كان يعرف وقت ما كان بينزل ان هي هتبقى واحده من اساطير العالم في العربيات. وطبعا ده لاسباب كتيره جدا هحكي لكم عليها. وقعدت معانا التويوتا سوبرا الموديل ده اللي هو الناس كلها بتحبه من سنه 93 لسنه 98. وبعد كده حصل بقى غياب تام لاسم سوبرا لغايه سنه 2019 لما تويوتا وبي ام دبليو اتحدوا وعملوا عربيه تويوتا سوبرا جديده، وسببت مشاكل وخناقات لغايه دلوقتي، وتنمر دايما على اصحاب العربيات يقول لك دي مش سوبرا ودي بي ام. يعني قصه كده بس مش هنخش فيها النهارده. احنا النهارده مع الجيل الاسطوري الرابع من التويوتا سوبرا اللي انا بحبه بشكل شخصي جدا. ده انا ليا يعني شويه ذكريات في العربيه دي انتوا مش فاهمين. فتعالوا خدكم لفه حواليها في النقطه الجايه، افرجكم على الديزاين وافهمكم ليه العربيه دي لما جت كانت حوار. يعني كانت جميله. لما نزل الجيل الرابع من التويوتا سوبرا ده سنه 93، الحقيقه كان تصميم مختلف تماما. كانت عربيه وقتها سابقه زمانها. يعني لما تيجوا تبصوا لفرق التصميم ما بين الجيل الثالث والرابع هتحسوا قد ايه العربيه دي وقتها كانت شكلها متقدم فيوتشرستك. العربيه دي وقت ما نزلت كانت زي ما بيقولوا ايه اوفر انجينيرد، يعني كانت معموله ان هي تبقى فيها تكنولوجيا عاليه قوي سابقه العربيات اللي حواليها في الوقت ده. التصميم اختلف طبعا، احنا شفنا ان العربيه بقت كبوتها طويل جدا، واتحط بقى الفوانيس اللي هي ايه تحسها مبرقه ومزبهله في نفس الوقت. لكن عايز اقول لكم العربيه دي واجهتها على الشارع تخوف. وعايز اقول لكم ده كمان ستوك بادي، دي لما بتنزل بتعديلات بقى ورفارف وحاجات من دي بتبقى شكلها مرعب اكتر بكتير جدا. ومن الحاجات اللي عملوها ان العربيه ما بقتش ايه مضلعه كده زي تصميمات الثمانينات، لا هي بقت كيرفي وبقى فيها رفارف عامله زي رفارف البورش والاستون مارتن اللي هي الكبيره دي. مع طبعا ده مش السبويلر بتاعها، ده سبويلر تي ار دي معدل، ولكن كان بيبقى فيها برده سبويلر عالي كده، والفوانيس بقى الديستنجوش المشهوره جدا اللي هي اللي بالجنب دي. فالعربيه كانت كتصميم انا لغايه دلوقتي بشوفها عربيه شكلها حلو. ممكن تكون شكلها ادم، لكن في الاخر هي عربيه ليها هيبه كبيره جدا على الطريق. اهتموا جدا في الموديل ده ان العربيه تكون خفيفه الوزن. يعني العربيه دي اقل في الوزن من الموديل اللي قبله اللي هو الجيل الثالث بحوالي 94 كيلو، فده فرق كبير جدا جدا. استخدموا طبعا الومنيوم في حاجات كتيره قوي قوي في العربيه زي الكبوت، وزي لما تكون العربيه طرجه السقف الطرجه ده برده كان الومنيوم، وفي حاجات كتيره جدا برده مختلفه استخدموها لتقليل الوزن زي البلاستيك وحاجات غريبه. ومصطلح اوفر انجينير ده اللي هم يعني افوروا في التكنولوجيا بتاعتهم
ساعتها وصل لمرحله الايروداينامكس كمان، يعني على قد ما هي بقول لكم كان فيها السبويلر ده اللي هو اللي شبه ده يعني اللي هو بتاع الستوك، كان بيساعد كمان على ان هي العربيه تبقى ثابته على الطريق، العربيه الكساحه القداميه بتاعتها، ودي ساعتها احنا ممكن نقول كساحه لان السوبرا بتاعت شباب الحرفيين عادي، بس ما عندناش احنا غير اتنين في مصر للاسف. المهم يعني ان الكساحه الاماميه كانت ليها زرار في التابلو كانت بتطلع وتدخل، الكلام ده كان سنه 93، فلكم ان تتخيلوا تكنولوجيا زي دي في الايروداينامكس في عربيه زي دي كانت عامله ازاي. فطبعا كانت عربيه سابقه زمانها، ومصطلح بقى الاوفر انجينير ده لايق اكتر حاجه على الموتور بقى، الاسطوره اللي كان السبب الاساسي ان العربيه دي تكون محبوبه من ملايين الناس ومن ضمنهم انا. فالنقطه الجايه احكي لكم عن التو جي زي الاسطوري. طبعا اكتر حاجه عملت سمعه كبيره جدا للعربيه دي في مجتمعات السيارات كلها هو الموتور بتاعها اللي هو كان وما زال لغايه دلوقتي الناس بتستخدمه في حاجات كتيره جدا، في مسابقات الدريفتنج وفي التعديلات، لان هو موتور اسطوري الحقيقه. هو اسمه 2JZ او 2JZ حسب انت قاعد في انه حته في الاستاد، وهو موتور 3000 سي سي 6 سلندر ان لاين، كان بينزل منه كذا فيرجن، بس الفيرجن اللي احنا مهتمين بيه واللي موجود في العربيه دي هو كان بينزل توين تيربو تشارجر، كان في الارقام الطبيعيه كان بيطلع حوالي 280 حصان و 413 او 430 تورك تقريبا في الحته دي. والتوين تيربو كان معمول بشكل تصاعدي، يعني كان في تيربو بيشتغل للار بي ام الواطي وتيربو بيشتغل للار بي ام العالي عشان يقلل اللاج، فكانت عربيه متقدمه جدا وقتها في الموضوع ده. طبعا كل اللي بيعدلها بيشيل التوين تيربو بيحط سنجل تيربو، تيربو كبير قد دماغي كده او يمكن اكبر علشان العربيه تبقى فيها عزم وكده. وكان في فيرجنز من العربيه بتنزل بفتيس 5 نقلات مانيوال، وفي كان بعد كده فتيس معدل اللي هو اسمه ماركه جيت راج 6 نقلات مانيوال، كان من احسن الفتايس اللي بتستحمل جدا العزم. وكان بقى في فيرجن اللي هو الاوتوماتيك الاربع نقلات، وده كان فيرجن صعب الحقيقه، لكن ان النقله كانت بتقعد 6 ساعات تقريبا، فاللي محبوب دايما في العربيه السوبرا هو المانيوال، الاوتوماتيك مش محبوب قوي يعني في العالم السكند هاند وفي الاسواق المستعمل. طبعا على الستوك وقت سنه 93 العربيه دي كانت بتتسارع من 0% تحت الخمس ثواني، وكانت بتقدر توصل لتوب سبيد، في ناس بتقول ان هي كانت بتجيب بيها 280 و290 كيلو في الساعه، وساعتها دي كانت عربيه اسرع من الفيراري ال 348، يعني ال 348 دي كانت ساعتها زي دلوقتي الاف 8 كده، فتخيل كانت تويوتا منزله عربيه اسرع من، يعني تخيل تويوتا تنزل عربيه دلوقتي في متناول الجميع واسرع من الاف 8، تخيلوا. فهي العربيه دي كانت اسطوريه والموتور ده كان اسطوري وقوي وهو ستوك، فلما كان بقى ايه بيبداوا يعدلوا فيه اكتشفوا ان الموتور ده ممكن على ستوك انترنلز، يعني من غير ما تغير حاجه في الموتور من جوه، الموتور يستحمل لحد 1000 حصان، وده اللي خلى العربيه دي والموتور ده من اشهر الحاجات في عالم السيارات. من الحاجات بقى اللي حابب اوريها لكم بشكل شخصي هي الانتيرير او المقصوره الداخليه للتويوتا سوبرا، لان في ناس كتيره جدا ما تعرفش العربيه دي من جوه عامله ازاي اصلا، وانا ليا قصص معاها العربيه دي، لان السوبر سولار كان اول معرفتي بيه كانت معرفه سودا ومنيله بس حلوه، ان هو كان عنده العربيه التويوتا سوبرا دي بس كانت نان تيربو، هو كان دايما يسترخص السوبر سولار الله يمسيه بالخير، كان يشوف ايه اوحش حاجه في الحاجه ويروح جايبها مش عارف ليه، بس يعني الحمد لله انه لقاها اصلا، كان وقتها كان في عزها، بس هحكي لكم انا القصه دي. خليني اوريكم السوبرا من جوه، السوبرا من جوه زي كده، الديفو من جوه، الله. بصوا بقى، على الرغم ان دي عربيه قديمه قديمه قديمه، يعني مش دي بالذات يعني موديل 93، الا ان المقصوره دي من اجمل المقصورات اللي بقعد فيها في حياتي، العربيه دي كانت بتبهرني زمان لما كنت بروح مع السوبر سولار. ليه بقى؟ انت الكوكبيت معمول اكنك قاعد في طياره، الكونسول ده عالي جدا جدا وطالع بعد كده بميل كده ونازل، يعني لما تيجي تقفل الباب بصوا الحته دي في الباب، الحته دي لما تيجي تقفلها بتقفل على التابلو، فتحسك قاعد محاوط بالتابلو كله. وبعدين بقى تقسيمه الزراير عملوها بشكل والعدادات يخليك تحس فعلا انك قاعد في الطياره، حتى فتحات التكييف عامله زي مراوح الطياره كده، فتحس ان انت قاعد في بوزيشن مفيش زيه دلوقتي، واللي قاعد جنبك منعزل تماما عن السواقه، فانت كل التحكمات عندك مش عنده، يعني بصالك. على الرغم ان انت دلوقتي لما تيجي تبص عليها تلاقي ده مثلا سوفت تاتش والباقي كله بلاستيك، فالكواليتي ممكن تبقى مش زي الكواليتي بتاع اليومين دول، ولكن العربيه كان حتى ليها كراسي مميزه بتاعتها دي برده، الكراسي دي معمول الفرش بتاعها بشكل جميل جدا، فهي من اجمل العربيات اللي انا بحبها في الحقبه الزمنيه بتاعت التسعينات دي كانتيريور. وزعلان جدا ان السوبرا الجديده على الرغم ان هي عربيه اساسا بي ام دبليو واختاروا حاجات من بي ام دبليو، كان ممكن يشتغلوا شويه على التصميم الداخلي، يعني العربيه السوبرا الجديده من بره مقبوله، لكن من جوه اللي كان يمنع ان هم يعملوا الانتيريور ده يبقى لافف حواليك كده. بس طبعا تشوفه وتشوف من عفتس مانيوال تعرف ان انت هتنبسط، تويوتا سوبرا مانيوال ده انت كده ملك الشارع، يعني من غير حتى ان شاء الله لو جيرانك راكبين ايه. Don't switch up my code. Life full of circles, we out the A4.
الحاجه بقى اللي صنعت سمعه السوبرا بشكل كبير جدا، وسبحان الله هي عربيه كانت محظوظه جدا في الموضوع ده، هو فيلم ذا فاست اند ذا فيوريوس. ولو تذكرني بهرج، لا ده يعني بجد حقيقي. فيلم فاست اند فيوريوس نزل تقريبا سنه 2001، يعني كانت اوريدي العربيه دي خرجت من البرودكشن بقى لها 3 سنين تقريبا. والفيلم اللي شافه طبعا الجزء الاول بالذات، الهيرو كار بتاعته او العربيه اللي عملت شغل في الفيلم، هو اصلا فيلم عن العربيات، كانت التويوتا السوبرا. فلغايه الوقت ده في الفيلم العربيه كان ليها سمعه، وكان في ناس في امريكا وفي اليابان بيجيبوها وبيعدلوها، وكانت مشهوره اوريدي وكل حاجه، لكن شهرتها وقيمتها كانت ولا حاجه او كانت لا تقارن لغايه ما الفيلم ده طلع واتعمل. لان من بعد فيلم فاست اند فيوريوس العربيه دي بقت الناس تشوفها ان هي اسطوره، بقت تشوفها ان هي حاجه ذات قيمه كبيره جدا جدا، وحسوا قد ايه هي حلوه وكول وخطيره. وانا من ضمنهم. انا عايز اقول لكم الفيلم ده نزل تقريبا في الوقت اللي انا كنت يعني بسبب الفيلم ده ابتديت احب العربيات اصلا والتعديل والحاجات دي، ومنها بقيت واقف الوقفه دي قدامكم. فاول عربيه حبيتها كانت التويوتا السوبرا اصلا، وبقت بالنسبه لي حاجه غير طبيعيه. فبعد الفيلم ده العربيه التويوتا السوبرا المارك 4 بقت اسعارها في المستعمل غاليه جدا. عربيات لما بتلاقي واحده حتى لو الكونديشن بتاعها او حالتها مش احسن حاجه بتبيعها بارقام غاليه جدا، ده بسبب الفيلم مش بسبب اي حاجه تانية. لان اليابان في الفتره دي طلع منها عربيات حلوه كتير برضو. يعني كان ممكن جدا فيلم فاست اند فيوريوس ده مثلا لو ما كانوش استخدموا سوبرا واستخدموا مثلا ار اكس 7، لو كانوا استخدموها هي كهيرو كار او مثلا هوندا انس اكس او الحاجات دي، كانت يمكن مستقبلهم يفرق زي ما فرق في السوبرا. بس الحقيقه موضوع الفيلم ده فرق جدا جدا مع طبعا فكره ال2 جي زي، فخلت العربيه دي واحده من اساطير العالم، والفيلم فعلا ساعدها. ودي حاجه نادره ان انت تشوفها في عربيه مع فيلم، يعني التاريخ ده كله او السمعه دي كلها حصلت بسبب فيلم فاست اند فيوريوس. فهي عربيه محظوظه، ولكن في نفس الوقت ايه تقدروا تقولوا يعني هي تستحق الحظ ده، لان هي فعلا عربيه هيبه وهيبه وشيبه. طبعا بقى الشيء المحزن او الشيء اللي مش كل الناس مستوعباه دلوقتي في العصر اللي احنا عايشين فيه، ان تويوتا سوبرا كرانك او كترتيب في عالم السيارات والتعديل والسباقات ومين اسرع ومين ابطا في الزمن اللي احنا فيه ده ما بقتش زي الاول. يعني خلينا برضو متفقين على حاجه، ان العربيه دي في حقبه الالفينات اللي هو من اول 2000 لحد مثلا 2012 2011 العربيه دي كانت متصدره. اي حد كان عنده العربيه دي ومعدلها لحد مثلا 700 800 حصان 1000 حصان كان بيحط على اي عربيه ثانيه من فيراري ولا من لامبرجيني. كانت التكنولوجيا ساعتها غير التكنولوجيا اللي موجوده دلوقتي. ولكن بعد ما عالم السيارات تطور، وبعد ما بقت العربيات اللي بتنزل جديده بقى فيها اول ويل درايف متطور وفتايس دبل كلتش وبتحط الباور ازاي والهايبريد وكده، السوبرا ما بقتش قادره توصل التطور ده. فبنشوف دلوقتي عربيات تويوتا سوبرا متعدله لل1200 حصان و1300 حصان، وتيجي عربيات عاديه جدا بتعديلات خفيفه زي مثلا على سبيل المثال مثلا العربيه اللي واقفه هناك دي الام 4 السي اس ال الجديده، حتى لو ام 4 عاديه لو متعدله تعديل خفيف تمسك عربيه تويوتا سوبرا فوق ال1000 حصان تحط عليها بسبب التكنولوجيا. دلوقتي العربيه دي دفع خلفي، وفي اغلب الحالات عربيه مانيوال، او لو اوتوماتيك بيبقى فتيس قديم، ولو حتى مش اوتوماتيك في ناس بتعدل على العربيه السوبرا وبتحط لها الفتيس بتاع الام 3 الاي 92 الدبل كلتش الدي سي تي. ومع ذلك العربيات السوبرا دلوقتي مش بتقدر تبقى في نفس سرعه العربيات الحديثه، ما عدا بقى لو عامل عربيه بتاع الدراج اللي هي عربيه مش رود ليجل اللي هي كاوتش الكبيره، هي دي ساعتها بتبقى العربيات السريعه قوي اللي بتطلع في الدراج ستريب ارقام قويه. لكن لو عربيه شارع ما بقتش اسرع عربيه في الدنيا زي الاول. التكنولوجيا اتطورت والسوبرا بتعافر وتقاوم، بس ده ما يمنعش ان هي ما زالت واحده من امتع واقوى واشرس التجارب، وهي من العربيات اللي من وجهه نظري ما ينفعش تركب ستوك خالص، لا شكلا من بره ولا اداء. لازم شكمان ستروكر تربو كبير شويه رفارف، يعني الحاجات الحلوه دي. دي كانت نبذه سريعه عن عربيه من اكتر العربيات اللي انا بحبها في حياتي، وهي السبب الرئيسي اللي خلاني احب العربيات فعلا. يعني تقدروا تقولوا دي اول عربيه انا حبيتها في حياتي اللي هي التويوتا سوبرا، او كانت من السبب الرئيسي اللي خلاني احب العربيات اصلا. وعايز اقول لكم الموضوع ببساطه شديده، ان انا اول احساس كهربا كده في قلبك من عربيه حصل لي من العربيه دي. دي عربيه ليها هبه لا تنتهي، هتفضل دايما اسطوره، واحده من اجمل العربيات، وانا بحبها بشكل شخصي، بس عمرنا ما هنعرف نجيبها برده تاني، لان مفيش منها مصر مفيش غير اتنين، فلازم نجيب جمرك، ولو جبت جمرك هتبقى غاليه جدا، فما تقعدش تحلم وتقرفنا لان الوضع دلوقتي بقى صعب. ولكن هي عربيه جميله، وانا سعيد ان انا كان ليا الشرف ان انا اصورها بطله الافلام وخاطفه قلوب محبين السيارات، وتحت يافطه نتفليكس عشان قال يعني افلام وبتاع، فقال يعني حركه لوكيشن. فاشكركم على المتابعه، وانا هطلع اخد بيها لفه علشان انا معايا المفتاح، والنبي لازم اوريكم المفتاح. معلش بس قبل ما اقفل الفيديو عشان انا مش مصدق هو المفتاح راح فين، انا ضيعت المفتاح. يا لهوي صاحبها هيديني 30 جزمه. اهو بصوا شايفين، مش على قديمه بقى، ده مفتاح شقه، يعني ده كده ده مفتاح شقه مش مفتاح عربيه، بس هو ده اللي كان موجود وقتها، ولا هو مطلع عليه انا مش عارف هو ايه ده، هو مطلع عليه المفتاح ده.
know 100 duffels at the bag price. You ain't about that fast life. 6 speed, yeah, I'm smashing on the gas, gas, gas.